الإسلام أن تسلم وجهك لله، وأن يسلم منك كل مسلم وذيعه. السر والعلانية في الإسلام سواء، المؤمن أحسن الناس عملا وأشدهم من ربه خوفا. لو أنفق جبلا من مال ما عرف الأمن حتى يصير إلى الجنة، ما ازداد صلاحا إلا ازداد خوفا. يقول: وما يؤمنني أن أنجو. أما المنافق فيؤجل التوبة ويتمنى على الله الأماني. أما قرأتم: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أبا سعيد، صف لنا من أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، كانوا كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين، وكمن رأى أهل النار في النار مخلدين. قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة، حوائجهم خفيفة وأنفسهم عفيفة. صبروا أياما قصارا تعقب راحة طويلة. أما الليل فدامعة أعينهم في صلاتهم يجأرون إلى ربهم، وأما في النهار فحلماء علماء، بررة أتقياء. قد خالطهم من ذكر الآخرة أمر عظيم. أبا سعيد، هذا هو أبو محمد حبيب قد أقبل إليك، فقل له قولا بليغا لعل الله يهديه بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا جار المسجد، لكني لم أصلي فيه قبل اليوم، فإن تجارتي تشغلني عن كل شيء. كثيرا ما بلغني صوتك وأنت تتحدث، فأسأل من حولي من هذا، فيقولون إنه الحسن البصري، فأسأل ماذا يقول، فيجيبون إنه يذكر الجنة ويذكر النار، ويرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا. أهذا ما تقول؟ نعم يا أبا محمد. فإني رجل ذو مال كثير، فماذا أصنع به؟ أأتقرب به إلى ربي؟ نعم، فما الدنيا في الآخرة إلا كرجل نام نومه ثم انتبه. إنكم أصبحتم في أجيال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت في رقابكم والنار بين أيديكم، وكل ما معكم إلى فناء. كيف يسمى عاقلا من يمسي ويصبح ولا هم له إلا الدنيا ومباهات أهلها في المطعم والمشرب والملبس والمركب؟ أولئك هم الغافلون. الموت حق، نعم، ولكني قد بسط الله لي في دنياي، فكيف أفعل؟ ما من عبد بسط الله له في دنياه فلم يخف أن يكون قد مكر به، إلا كان ناقص العلم عاجز الرأي. لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث: أنه لم يتمتع بما جمع، ولم يدرك ما أمل، ولم يحسن الزاد لما قدم عليه بعد الموت.
أفتضمن لي أن يبلغني هذا المال مرضاة ربي إن أنا أنفقته في سبيله؟ إذا أخلصت فيه النية فنعم. نعم، أبصر ما تقول. إني لا أسأل إلا لكي أعمل بما تقول. هو ما قلت لك، اعمل والله معك ولن يضيع لك أجرا. هذا حسبي، هذا حسبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما أحسب الرجل إلا قد دخل الإيمان قلبه. ما أكثر ما سألني ماذا يقول هذا الشيخ، فكأنما سبقته نفسه إليك ولم يبق إلا أن يتبعها جوارحه. اللهم اهده وسدد إلى الخير خطاه. إنني أريد أن أسلك طريقا لم أسلكه من قبل. أمسافر أنت؟ إلى أين؟ لا أدري، لكني رأيت بداية الطريق ولا بد من المسير. بداية الطريق؟ عما تتحدث؟ أنت تسافر دائما في تجارتك ولم أرك مهموما من قبل لسفرك. بابا، لا قرة عين لمن لا تقر عينه بك، ولا فرح لمن لا يفرح بمرضاتك. عزتك إني لأحبك، فهل تقبلني عبدا لك؟ دعت توبته إليك فلم يملك نفسه إلا أن نادى لبيك 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 لبيك. وطمأنينة. إن قوما يجالسونك ما يبغون بذلك إلا أن يجدوا إلى الوقيعة بك سبيلا. هون عليك يا حميد، إني أطمعت نفسي بالجنان فطمعت، وأطمعتها في النجاة من النار فطمعت، وأطمعتها في السلامة من الناس فلم تطمع. إن الناس لم يرضوا عن خالقهم ورازقهم، فكيف يرضون عن مخلوق مثلهم؟ ما أردت إلا أن تأخذ حذرك.
المؤمن أسير في دنياه يسعى في فكاك نفسه، لا يأمن حتى يلقى ربه. وكيف يأمن وهو يعلم أنه محاسب على سمعه وبصره ولسانه وكل جوارحه؟ المؤمن في دنياه غريب، الناس منه في راحة ونفسه منه في شغل. يا لله، كيف تطيق هذا الحزن كله؟ ما رأيتك إلا ظننتك حديث عهد بمصيبة. وهل يسع المؤمن إلا أن يصبح حزينا ويمسي حزينا؟ وإنما هو بين مخافتين، بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما يصيبه فيه. ألا يحق لمن يعلم أن الموت مورده وأن الساعة موعده وأن القيام بين يدي الله مشهده أن يطول حزنه؟ إلى أين؟ قد أتمت عليك وآن أن أنصرف. فيما تلتفت إلى ذاك الباب؟ ماذا سألك سعيد؟ سعيد؟ قل ولا تخفي عني شيئا، أما قال لك لا تطل الجلوس؟ بلى، السلام عليك يا أبا سعيد. وعليك السلام. سعيد، سعيد. نعم يا أبتي. أما حذرتك من أن تدخل بيني وبين زواري؟ إنهم يشقون عليك ويطيلون المكوث عندك و... ليس هذا من شأنك، إنهم أحب إلي منك، إنهم يحبونني لله عز وجل، وأنت إنما تريدني لدنياك، أفهمت؟ ما أراك إلا قد أمضيت وعيدك، فأنت فرح جدلان. أي وعيد؟ بل هو وعد يا عمرة، وعد فيه كل الخير لي ولك بإذن الله. أتسمي إنفاق مالك على فقراء الحي خيرا؟ وتجارتك كيف تقوم بها بعد أن ضيعت رأس مالك؟ لا تخافي أن تموتي جوعا يا امرأة، لم يزل الحانوت على حاله. إلى متى؟ والله لا تضيعن كل شيء ما دام هذا الحسن البصري يملي عليك ما يشاء. لكنه لا يملي علي. أتدرين ما قال لي أمس؟ قال: ها قد أزاح الله عنك ذل معصيته. من أعز أمر الله أعزه الله. صدق والله، ما أشد ما كنت فيه من ذل وغفلة وقد منحت ذاك الحانوت الضيق قلبي وجوارحي ودنياي وآخرتي وكل شيء. كيف نسيت أني سأسلخ منه كرها ذات يوم وألتفت، فإذا العمر وهم والغد سراب يموج ونار السعير بالمرصاد. عدت تتكلم بما لا أفهم. ألا تعلمين يا امرأة أن أعظم سعادة للمرء إذا مات أن تموت معه ذنوبه؟ لك الحمد يا رب أن هديتني إليك قبل أن يحال بيني وبينك. أنا ذاهبة لأنام. السلام عليك يا أبا محمد. وعليك السلام ورحمة الله، مرحبا بك. مررت مساء بحانوتك فلم أجدك، أتيتك مودعا.
خيرا إن شاء الله. قد نويت الحج ومعي امرأتي. حسنا تفعل، حج مبرور بإذن الله. هذه 10,000 درهم، ادخرتها كي أشتري بها منزلا فلم يسعفني الوقت، فأنا أريد أن أستودعك إياها لئلا تسلب مني في الرحلة أو تضيع. فإن وجدت منزلا ملائما ورأيت أن تشتريه لنا فافعل مشكور. منزل؟ لكن لك منزلا واسعا يا أبا علي. وماذا في ذلك؟ ليكن بدل الواحد 2 أو 3. إن أحوال السوق هذه الأيام لا تسر وأنت أدرى، فإن نقص الربح في ناحية عوضناه من ناحية أخرى. أليس ذلك أجدى من أن يظل هذا المال مدخرا في غير نفع؟ إذن فأنت تريدني أن أشتري لك بهذا المال منزلا ينفعك؟ نعم، وما قصدتك في هذا الأمر إلا لما أعرف من مودتك. أقول لك افعل ما تراه خيرا لي. اطمئن بالا وعلى بركة الله. السلام عليكم. يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأنا أنوي قيام الليل وأعد لذلك نفسي، فما بالي لا أقوم؟ ذنوبك قيدتك يا حميد. سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: وجدت الحسنة نورا في القلب وزينا في الوجه وقوة في العمل، ووجدت الخطيئة سوادا في القلب وشينا في الوجه ووهنا في العمل. فاتق الله أن تبيت على ذنب لم تستغفر ربك منه. أم يشغلك خوفك على رزقك؟ ما من عبد قسم له رزق يوم بيوم فلم يعلم أن قد أكرمه الله إلا كان عاجز الرأي. أبا سعيد، ماذا تقول في القدر؟ أقول: إن الله قد خلق الخلق فمضوا على ما خلقهم عليه، فمن لم يصدق فليؤخر أجله، أو فليغير لونه، أو فليزد في بنانه إن استطاع. وأقول: يا ابن آدم، لا ترض أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تلومن أحدا فيما لم يؤتك الله. أوعيت ما قلت؟ نعم. ماذا أردت بسؤالك يا فراس؟ تتهم أبا سعيد في إيمانه بالقدر؟ أنا لا، لا، ومعاذ الله أن أفعل. فلماذا إذن؟ رحم الله عبدا لم يتقول علينا ما لم نقل. أنا لم أتقول عليك شيئا. فمن الذي يقول: ما منع الحسن البصري من الخروج على الحجاج إلا ضعف في إيمانه؟ أنا لم أقل هذا، إنما كنت أتساءل فحسب. أنا أخبرك، جاءني عقبة بن عبد الغافر يدعوني للخروج على الحجاج، فقلت: لا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن تكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أهذا رأيك؟ نعم، فإن الله يصلح الأمة بالتوبة لا بالسيف، وإن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، فإن أدبرت عرفها كل جاهل.
أرأيت ما تفتي به الناس أشيء سمعته أم أنت تقول برأيك؟ ما كل ما نفتي به سمعناه، ولكن رأينا خير للناس من رأيهم لأنفسهم، إنه ليجالسنا في حلقتنا هذه قوم لا هم لهم إلا الدنيا، ولولا الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم ما حدثتكم بكثير مما تسألون عنه. ما معنى قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة؟ تلك نفس المؤمن، إنك لا تلقى المؤمن إلا يلوم نفسه، يقول ما أردت بكلمة كذا، ما أردت بمجلس كذا. أما المنافق فيمضي قدما فيما هو فيه لا يلوم نفسه، اصبروا وسددوا فإنما هي ليال تعد، وإنما أنتم ركب ماضون يوشك أن يدعى أحدكم فيجيب، وإنما هذا الحق أجهد الناس وحال بينهم وبين شهواتهم، وإنما يصبر على هذا الحق من عرف فضله وعاقبته. السلام عليكم. وعليك السلام. أبتي تكلم، ماذا أتى بك؟ عمي لقد، ماذا أصابه؟ أتاه الأجل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بئست الدار المفرقة. أتبكي؟ الحمد لله، إن الله جعل هذه الرحمة في قلوب عباده يرحم بها بعضهم بعضا فتدمع العين ويحزن القلب، وليس هذا بجزع، إنما الجزع ما كان من اليد أو اللسان. رحم الله أخي، ما نزلت بي من شدة إلا كان يود لو وقانيها بنفسه. عمرة اجلسي، اجلسي واسمعي ما يقول الله عز وجل في نبيه أيوب. اجلسي. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، ومن أعطاه هذا الصبر إلا الله؟ وعجبا أعطى وأثنى. أبا محمد، ماذا فعلت بالعجين؟ خرجت أجيء بنار كي أخبزه، فلما عدت لم أجد له أثرا. والله نسيت أن أخبرك يا عمرة، لقد جاء سائل في غيابك فلم أجد ما أعطيه إلا العجين. تتصدق بالعجين؟ ويلي، وماذا نأكل؟ اهدئي يا امرأة، إن مع العسر يسرا. تريدينني أن أرد سائلا برح به الجوع؟ ونحن ألسنا جائعين؟ أين أموالك؟ أما كانت حديث أهل البصرة، ماذا فعلت بها؟ كفى كفى، كم تذكرين المال وتنسين ما كنا فيه من شح وضيق وشقاء. نسيت يوم أعددنا لعشائنا سمكا شهيا فجاءنا زائر، فأخفينا السمك كي لا يأكل معنا، فأبطأ الرجل وأطال بالجلوس، ورحنا نتململ ونتثاءب عساه يخرج. فلما انصرف وقد مضى الهزيع الأول من الليل، وثبنا إلى السمك، فماذا وجدناه؟
لا تذكرني ذاك المشهد، وقد جهدت كثيرا كي أنساه. بل قولي كيف وجدناه؟ ألم نره دما ونتنا وصديدا؟ كفى كفى. تلك هي الدنيا يا عمرو، يجمعها أهلها ويعضون عليها بالنواجذ في تكاثر وتحاسد وتهافت، وهم لا يدرون أنها عليهم حسرة وندامة وأوزار هم عليها محاسبون. السلام عليك يا أبا محمد. وعليك السلام ورحمة الله. تفضل. ما هذا؟ قد زوجنا ابننا هذا اليوم وأوسع الله علينا الرزق، فأحببنا أن نشرك أهل الحي في فرحنا، وإني لأستحلفك بالله ألا ترد. بورك لكم وفيكم. تفضل. السلام عليكم. مع السلامة. يا عمره، هذا هو عجينك قد رده الله إليك، وقد خبز وجعل عليه لحم كثيف. بلغنا أنه ما من يوم إلا وملك الموت يتصفح أهل كل بيت 3 مرات، فمن وجده قد استوفى رزقه وأجله قبضه، فإذا قبض ميتا أقبل أهله في رنة وبكاء، فيقول ملك الموت لهم: والله ما أكلت له رزقا ولا أنقصت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. كيف لو رأوه أو سمعوه؟ إذن لذهلوا عن ميتهم وبكوا على أنفسهم. يا ابن آدم، لم تكن فكونت، وسألت فأعطيت، وسئلت فمنعت، فبئس ما صنعت. أيها الناس، أهينوا هذه الدنيا، فوالله لهي أهنأ ما تكون إذا أهنتموها. وشوقاه لأصحابي، وشوقاه لعبد الله بن غالب ما كان أطول صلاته في قومه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وارحمنا يا أرحم الراحمين. استغفر الله العظيم. يا عبد الله، قد شققت على أصحابك بطول صلاتك، ما أرى عيونهم انفقأت ولا أرى ظهورهم اندقت. يا حسن، إن الله يأمرنا أن نذكره كثيرا، وأنت تأمرنا أن نذكره قليلا. اللهم إنا نشكو إليك سفه أحلامنا ونقض أعمالنا واقتراب آجالنا وذهاب الصالحين منا يا رب العالمين. وما مضت أيام حتى رأيته معنا في غزوة كابل يقول لمن معه:
إني لأرى أمرا ما لي عليه صبر. هيا روحوا إلى الجنة. وكسر غمد سيفه وقاتل حتى قتل، فكان يوجد للتراب قبري ريح المسك. إنك لتكثر البكاء يا أبا سعيد. البكاء داع إلى الرحمة، وما بكى عبد إلا شهد عليه قلبه بالصدق أو بالكذب. ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا ناداه: يا ابن آدم، أنا خلق جديد، أنا فيما تعمل عليك شهيد، فأعمل في خيرا أشهد لك به غدا، فإني لو مضيت لن ترني بعد أبدا. سبحانك حنانيك، خلقت فسويت، وقدرت فهديت، وأعطيت فأغنيت، فلك الحمد على ما أعطيت حمدا كثيرا طيبا مباركا، حمدا لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره، حمدا أنت منتهى وجنة الخلد عقبا، أنت الكريم الأعلى وأنت جزيل العطاء وأنت أهل الثناء وأنت ولي الحسنات. لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل ولا يبلغ مدحك قائل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا أبا محمد. وعليك السلام ورحمة الله. حج مبرور وسعي مشكور بإذن الله، مرحبا بك. هو ذا قد عدت كيوم ولدتك أمك يا أبا علي، فاحفظ ما تبقى لك من حياة. أسأل الله أن يوفقني إلى ذلك. يا أبا محمد، ما أدري هل اشتريت لنا منزلا أم؟ نعم نعم قد فعلت، اشتريت لك بالعشرة آلاف درهم منزلا لا أجمل ولا أبقى، منزلا رحبا منيفا تحف به الأشجار والأنهار. ما هذا ما هذا، كأنما كان لأحد الملوك. أصغي إلي يا أبا علي، قد اشتريت لك بمالك منزلا في الجنة. في الجنة؟ هو ما تسمع، قد تصدقت بها في مجاعة أصابت الناس، وسألت ربي أن يعطيك بها منزلا في الجنة، فإن رضيت كنت بذلك سعيدا، وإلا أعانني الله على أن أعيد لك دراهمك، فماذا تقول؟ أرجو أن يكون ما فعلته خيرا يا أبا محمد. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أي منزل أفضل من هذا الذي اشتريته لي؟ كيف حالك يا أبا سعيد؟ ما ظنك يا أمير المؤمنين بأناس ركبوا سفينة فلما توسطوا البحر انكسرت،
فتعلق كل امرئ منهم بخشبة. على أي حال يكونون؟ إن حالي والله أشد من حالهم. ما أسعد من يلقى ربه وهذه الخشية تعمر قلبه. لئن كان هذا خوفك على نفسك وأنت رجل من المسلمين، فكيف بمن ولاه الله أمر المسلمين فهو عنهم يسأل؟ أوصني يا أبا سعيد. أنا أوصيك وأنت عمر بن عبد العزيز أشد الناس زهدا في دنياه وأشدهم إقبالا على آخرته. أحب أن أسمع منك يا أمير المؤمنين. ألا ترى إلى هذه الحياة الدنيا كلما اطمأن إليها صاحبها بسرور أسخطته عليها بمكروه؟ أمانيها كاذبة وآمالها باطلة وصفوها كدر وأنت منها على خطر. إما بنعمة زائلة أو بلية نازلة. أليس حسبنا دليلا على شر هذه الدار أن الله تعالى زواها عن أنبيائه وأحبائه وبسطها لأعدائه؟ بلى والله، فما العمل؟ كن يا أمير المؤمنين كالمداوي جرحه، يصبر على شدة الدواء خيفة طول البلاء. زدني يا أبا سعيد. إن لك يا أمير المؤمنين قولا وعملا، وعملك أحق بك من قولك، وإن لك سريرة وعلانية، وسريرتك أحق بك من علانيتك. لا تحقرن شيئا من الخير أن تأتيه، فإنك إذا رأيته غدا في ميزانك سرك مكانه. ما الإيمان يا أبا سعيد؟ الصبر عن معصية الله والسماحة بأداء أمانة الله. فما النفاق؟ اختلاف السر والعلانية. أتخشاه على نفسك؟ لو أعلم أني بريء من النفاق لكان الموت أحب إلي من كل ما تطلع عليه الشمس. بارك الله فيك يا أبا سعيد. أبتا، اشرب يا أبتا. ما لك لا تشرب وقد طلبت الماء؟ قد ذكرت أمنية أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ألا تحب أن تلقى أحباءك؟ تصبر يا أبا سعيد. يخرج رجل من النار بعد مكوثه فيها 1000 عام. يا ليتني كنت ذاك الرجل. ما يبكيك يا أبا سعيد؟ أخاف أن أكون أتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. زودني منك بكلمات أنتفع بهن. ما نهيت عن أمر فكن أبعد الناس عنه، وما أمرت به من معروف فكن أعمل الناس به،
واعلم أن خطاك خطوتان، خطوة لك وخطوة عليك، فانظر أين تغدو وأين تروح.